بلا ما تقص عند قرار التربية مباشرة. متتبعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في بث مباشر جديد مباشرة من الدار البيضاء. وهاد المرة مع واحد السيدة قصتها مأساوية. هاد السيدة هي باقا شابة صغيرة، ما عندهاش الزهر في الزواج، لا في الأول لا في الثاني. الزواج الأول تزوجاتو قاصر، تعرضت للعنف من طرفه ومن طرف الأهل ديالو، ومسكينة طلقات على مدة 4 شهور وخرجات. جات لكازا بغات تعتمد على نفسها، قالت نخدم في الديور ونكون راسي. غتعرض واحد النوع أبشع من عنف الزوج، هو نوع ديال العنف واستغلال الخادمات. من وراها تزوجت بواحد شاب، قالت يمكن صافي نسر راسي وندير وليداتي. إذا دابا غتلقى عالم اخر ومأساة اخرى. الضحيه ديالها كانوا مرحلة 3 بنيات صغار. لا اله الا الله محمد رسول الله. نسمعوا القصه كامله معاها. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام اختي. قولي للمشاهدين حكايتك، عاودي لهم شنو اللي ضارك وشنو مناش كتعاني حاليا، عاودي لهم. كنعاني من الفقر بزاف، الفقر، الجوع، العذاب الشديد كنشوفو انا وبناتي، العذاب الشديد كنشوفو يوميا. كنخرج نبيع كنينك انا وبناتي، ما راك عارفه بنيات صغار ما غاديش نقدر وحده نركبها، واحد جوجات نشدهم من هنا، واحد باللي نشد هذه تهرب ليا الاخرى، ما كنصور والو. نط انا زغبني الله كريت تفصيل، علاش كريت واحد البيت هذا البيت هذا باش نعاودوا للمشاهدين يفهموا مزيان. هو هاد البنيات هادو وبنيات من الزوج الاول ولا من الزوج الثاني؟ لان كما قلنا للمشاهدين في التقديم ان كنتي مزوجه جوج زواجات. تزوج الزواج الاول زوجتني مرات عمي بواحد السيد من العائله. شحال كان عندك من تزوج؟ كانت عندي 17 عام قال شهرين. باقا قاصر. جوش ما عارفه والو، تعدوا عليا. انت قبلتي وافقتي بهذا الزواج ملي قالوا لك نزوجوا؟ حيت انا كنت كنعيش المعاناه في الدار ديالنا مع الخوت ديالي. الخوت ديالي كنت الا خرجت غير عند الباب كيشدوني كيسلخوني عصا. راك عارفه الناس العروبيه كيفاش دايرين. المدرسه تحرمت منها، ما قريتش في المدرسه، احسن حاجه في الحياه هي المدرسه، ما قريتهاش، ما كنعرفش حتى سميتي نكتبها. باقي في هذا الزمان هذا في 2024 الدري باقي يلاه في السن 28 سنه وما كتعرفش تقرا. تزوجت وبلي تزوج استغلتني الام ديالو، كتسرحني البقر، كتسرحني الغنم، كتضربني، كيضربني حتى هو. واحد الليله تصوري جاب حنش لقطو وجابوه ولاحو ليا في البيت وخلاني قسما بالله وبناتي حرام. الوحشيه راه وحش هذا، انا ماشي قسما بالله وربي شاهد عليا. الا حنش اختي جابو لاعو ليا وسط البيت وسد عليا البيت وخلى الحنش يتلوى في ذاك البيت. وشكون عتقك؟ بقات امو كتغوت عليا، قالت لي غادي تقتلها وغي، قالت لي وغادي تمشي للحبس وما كديرها لهم والو. صافي بقينا هكاك تا واحد النهار شداتني سلخاتني سلخاتني سلخاتني، جاو دارنا قالت لهم ديو بنتكم. علاش كانت كتضربك هاد الام هادي؟ هي اصلا مسطيه، هي كتضرب ولادها كاملين العنف. هي هكاك، هي ولادها كيجيو كتشدهم كتقعد تعير فيهم كتضربهم. الا ما بحال كعيت ولا كنت مريضه تقول لي نوضي بز سري سرحي البقر. يعني كنتي تزوجتي وكتقومي بالاعمال المنزليه والشغلات ديالك كاملين. وتصوري تصوري قسما بالله الا الصباط ديالها بلي كتبغي تمشي للسوق كتجي كتلوحو ليا كتقول لي دير الحامض ومسحيه، ورغم ذلك كندير ليها خاطرها. يعني علاش باش ما نطلقش ورجع لدارنا عاوتاني؟ ولكن نفس المطاف هو اللي مشيتي ليه، يعني نفس القرار وداكشي اللي خفتي منه طحتي فيه. اللي خفت منه طحت فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي قمت جو دارنا داوني هكاك مزرقه وحالتي ومريضه بالعصب. شنو كان رده الفعل ديال والديك شنو دار اختي؟ والديك دابا من جاو لقاوك في ديك الحاله شنو داروا مساكن؟ الوالده بغات تصبرني، الوالد ما بغاش، قال لها دي بنتي. صافي داوني مرات بالعصب وداكشي، كنحس بالطلاق ديالي. الدعوه جاتني من المحكمه، مشيت كنقابل. يعني هما اللي رفعوا لك الدعوه؟ هما اللي داوني دفعوا الدعوه ديال الطلاق باش يطلقوني. صافي مشاو طلقوني. وانت في سن باش نفهم انت في سن اللي تزوجتي فيه تزوجتي قاصر، دزتي في العقد؟ ما بغاوش يدوزوني، واحد خالو كيعرف شي واحد في المخزن. شي واحد كيعرفو
هو اللي داروا داكشي، ما فهمت كيفاش، وزادوني في لاكارت ناسيونال، زادوني عام صافي، يعني وتزوجت بليلة العرس مرت واحد المرضى خايبة بالعنف ديالو داكشي صافي، يعني بقيت حياتك معاه من بالاول، من نهارك الاول كان جاحي. جاحي من بعد ما طلقتي اشنو وقع؟ جيت لدارنا طلقت، جيت لدارنا صافي، جيت لكازا نخدم، بلي جيت لكازا نخدم خدمت عند الناس في الديور، تعرضت للعنف في الديور، تكرفسوا عليا في الديور، جيت عندي 18 عام. هنا غنوقف واحد النقطه مهمه، والنقطه المهمه اللي هي غنقول مؤخرا كان دار الضجه، هو استغلال الخادمات. كيفاش عشتي هذه التجربه هذه؟ خايبه اختي، خايبه، كيلصقوا فيك بحال كلا ما بغاوش يخلصوك، كيلصقوا فيك الفلوس. انا ما انا دست فيها تجربه، تكليت العصاق في الديور من طرف المشغله ديالك. من طرف مول الدار علاش كانت كتضربك؟ بغيت نخرج الروبو ديالي، قالت لي ما تخرجيش، وكلاتني في فلوسي، وكي ما مسامحه لا دنيا لا اخره. غدا قدام الله ناخذ من عندها فلوسي، الله سبحانه وتعالى غيجازيها. وتعرضت للعنف وعيت بالخدمة الديور. قلت لي شي وحده اخرى، شي مشغله اخرى تودرت لها 10000 درهم سبات ست ايام. كانت خاشيه في جيبها اللور، وانا اول نهار عندهم في الخدمه، وجات لي تهبط لي مليون. قلت لها، كتقول السيده الاخرى الخدامه معايا مقابله الكوزينه، كتقول لها الدري يلاه جات ما طلعتش الفوق، بقى ما شافتش الدار. قالت لها هزات لي مليون، بلي جات طلعت عاوتاني وهي تهبط تجري، كتقول لي صافي سمحي لي، وجايبه لي 100 درهم وكتقول لي سمحي لي، سلخاتني عصا ضرباتني، قلت طرش فيا ونتفاتني من شعري. وكيفاش كدافع على نفسك؟ ما كتقوليش لا ماشي من حقك تضربيني. باغا نخدم هذيك الساعه، باغا تصبري. باغا نخدم، وباغا حيت انا خرجت من دارنا باراده نفسي. كنتي خايفه دابا هنايا وقالي صبرت صبرت لان العنف والضرب، خايفه ترجع لدارهم وتلقى عاوتاني عنف اخر وضرب اخر. صافي قلت بقيت معاه وكاك صافي، ويجيب با صراحه الله با قاعد كيخاصم فيها، قال لها حشومه ما ديريش للسيده هكا. وعقب تلقات المليون هي جات عندي، قالت لي سمحي لي، جاب لي 100 درهم، قالت لي خوضي هذه. يعني هذه شهاده صباح حيه، شهاده حيه من احد الخادمات اللي عاشوا المعاناه ديال استغلال الخادمات. كاين 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 العنف في الديور بزاف بزاف في الديور بزاف العنف. المراه كتجي تديرها كتمسح الغبره من وراك، الا ما لقاتش كتجلس تعير وتقول لك عاودي. شحال ثمن، شحال الثمن اللي كنتي كتخدمي به؟ 8000 ريال كان سيمانة. سيمانة 8000 ريال والعذاب كتخرج منك كما كنقولوا 8000 ريال، وكيخليو لك الدراري بعض المرات تقابلي الدراري والشغال. كاين اللي كتخرج ما كتجي حتى الليل وتخليها لك الدراري وخليها لك الدار. كل واحد وكيفاش كيدير. كل واحد وكيفاش. كيفاش تزوجتي انت؟ تزوجتي زواجك الثاني؟ تزوجت زواجي الثاني، تزوجت انا باقا خدامه في الديور. معرفة ديالي. من العائله ديالي هو هنا في كازا. قال لي يا فلانه واش بغيت تجوجي بواحد معقول، والله يعمرها دار، وراه مطلق، وكانت المراه مكرفسه علي، وكانت المراه معديه علي، والمراه اللي كان واخد ما مزياناش. قلت هاد السيد عنده غيكون حسن من الزواج الاولاني، ماشي كلشي بحال بحال بحال، ماشي كلشي بحال بحال، ولكن هاد القضيه ديال ماشي كلشي بحال بحال كتبقى غادي بالنيه غادي بالنيه. تجوجت بيه، تجوجت بيه، بلي تجوجت بيه الشهر الاولاني الثاني بدات بداو العيوب كيبانوا. العيوب كيبانوا، كنلقاه كيتلاقى مع الطليقه ديالو، كيقول قال لي خرجي تخدمي. مول الله يرحمها كتقول لي ما تبقايش بقابله الحيوطه تمسحي فيهم، رغم ذلك خرجت نخدم، مشيت خدمت في وزين الدقاشر، رجليا حتى كينبلوا عليا كنقلب التقشيره، حتى رجليا الصبعان ديالي كيوليو دايزين بيا. يعني عانيتي قاسيتي؟ بقيت وكنخدمت في الكولا الصباط، ما خليت فاش خدمت. ولكن قلتي لي واحد النقطه مهمه، اللي انه النقطه اللي ما قالهاش لك السيد ملي جاي يتزوج، هو انه كان مبلي وكان كيعنفك ويضربك. مبلي وكان يضربني، وكان يدي لي الشهريه ديالي، فلوسي اللي كنت نضرب عليهم تماره كيديهم ليا. وليتي مع ثلاثه البنات. بالرغم باللي انا يا ما مستحملش ديك الكلمه ديال الطلاق ورجع لدارنا، بقيت صابره. يعني واخا كما قلتي لي قبيله، قلت ليها علاش، قلت ليها علاش صبرتي المده ديال هذا الزواج كامل
ولتي معاه مادام هو خايب بعدي منه. قالت لي على قبل باش ما نرجعش لدارنا. اه باش ما نرجعش لدارنا حيت خفتي من كلمه مطلقه. مطلقه آه ما يرحمها يقولوا يعني آه. خفتي من ديك الكلمه ديال هو الاول طلقها الثاني طلقها يعني يديكوا آه فيها في آه. خفت من هذه الكلمه ولكن اللي خفت منه طحت فيا اختي. المجتمع ما رحمكش مني طلقتي المره الثانيه؟ لا ما كيرحمش المجتمع. موقف شكون وقف معاك في هذه الفتره العصيبه اللي دوزتي هذه الفتره ديال الازمه والمشاكل شكون وقف معاك؟ وقف معايا الله سبحانه وتعالى ونعم بالله سيدي ربي هو اللي وقف معايا. دابا منين كتعيشي؟ كنخرج كيرفعوا عليا الناس بعض المرات نصور بعض المرات ما نصورش. دابا كتساني شهرين ديال الكرا قال لي مو الدار الا ما قدرتيش بنتي على الكرا خويا ليا ما حال. شحال كاريه؟ 24000 ريال الشهر. اه عندي الروسي ديال الكرا. وعلاش كريتي 24000 ريال الشهر وانت ما في حالكش؟ يعني 24000 ريال يمكن لك تكري بثمن قل. علاش على بناتي؟ كنت بناتك خايفه عليهم من بوحدي آه. غنكري بيت ولكن بناتي كيبغوا حركيات. عز عليهم يتحركوا هنا عز عليهم يتحركوا هنا أه. والحاجه القيمه اللي انا غير نطيع فيها هي نمشي للطريق اللي انا ما حاملاش راسي نمشي لشي طريق اللي ما يبغيهاش الله سبحانه وتعالى. لا ما تبكيش ولكن شوف الكبير سبحانه وتعالى ربي شوف الحلال معروف ان الحلال صعيب ولكن حلاوته في الحاله الحمد لله. عيت اختي والله القسم قسما بالله قسما بالله اختي تعيت شتي انا هذه اللي هضر معاك دابا ما كرهتش انايا نهاجر ونخرج من هاد البلاد. علاش غديري بالهجره؟ الهجره راه الناس مشاو راه كنشوفهم كيموتوا الا ما مشيتيش معززه مكرمه. انا ميته وانا حيه وبنياتك ما شاء الله. انا ميته وانا حيه كنحس براسي انا مت وانا حيه جسد بدون روح. صافي عيت عيت قاد لي الجد ديالي ما بقاش عندي الجد ولا القدره. كنشوف راسي كنتعذب بنار على نار كنتمحن نار على نهار ما كاينش عند من تمشي الخوت خايبين الخوت ولا هما اللي هازين الوالدين هما اللي الكلام كلامهم هما اللي ديديهم. البنيات منين كتخدمي؟ البنيات منين كتخدمي فين كتخليهم؟ كنديو معايا اختي. يعني كدوري في الشارع والبنات تابعين؟ اه كنديو معايا. ما كتقوليش راه حيت الزنقه راه الشانطي هذا اه الشانطي كيهربوا ليا كيهربوا ليا هكا كنت بغا نجري تابعاه. اللي تذكير ان البنيته الكبيره يلا عندها 4 سنين وشي 3 شهور او باقيين ولاد الغيال كيف ما كنقولوا شي من ورا شي. شكون كيتكلب بالكسوه ديال البنيات وداك الشيء؟ انا كتكسيهم وكلشي. كنشري لهم داك الشيء ديال البال ديال الجوطيه كنا كنلبسوا البال المهم كاسيه بنيات الحمد لله داك الشيء اللي قسم الله هكا اللي صغرت لي على بنتها شي حاجه كتعطيها ليا الحمد لله وغاديه معاهم الحمد لله. شنو بغيتي من الناس اللي كيشاهدونا الان؟ شنو رسالتك اللي بغيتي توجهيها؟ انا بغيت من خوتي المحسنين وخواتاتي المحسنات الى سمعوا هذا الفيديو ديالي تعاونوا معايا وتعاطفوا معايا ولا كاينه شي خدمه الحلال وفيها شي وقت اللي محدد باغي نخدم على بنياتي كلينيكس ما فيه والو واخا نضل نبيع في كلينيكس ما غنصور والو غير باش يجي ما يجي حتى شي حد ويقول لها واخا خرجي تخدمي راكي باقا صغيره على بكتافك. هي راه كتعترف كتقول لك انا بصحتي ما بغاتش شي حاجه اللي ما تحتاجوش تجي وتقولوا لها راكي بصحتك خرجي تخدمي. هي راه كتطلب منكم اللي كيعرف شي خدمه يساعدها بها وكنطلب من خوتي يعاونوني نوقف على رجليا. انا الطبله فاش ناكل ما عنديش كناكل فوق الضس. فعلا فعلا هادشي شفناه حنا حاليا كنشوف فيه يعني هادشي اللي كتقولو هي راه فعلا سيده غير واحد الحصيره واحد البوينجات خفاف ماشي حتى بوينجات بوينجات وشي حاجه قليله ديال الماعن يعني واحد العيشه اقسم بالله العلي العظيم أنا لا اله الا الله محمد رسول الله اقسم بالله العلي العظيم لا تحز في النفس اقسم كضر في الخاطر خصوصا ثلاثه البنيات وثلاث البنيات ما قدرتش تسمح في راه بحال حيتي سبع من صباعك راه شيء طبيعي راه الكبده كتابو جاو سكتي الحبيبه سكتي كتابو وجاو وليدات الدنيا هاد عليهم. شنو الميساج اللي توصلي والطلب ديالك من الناس اللي كيعاونوا ومن المحسنين ومن الجمعيات؟ المحسنين والجمعيات يعاونوني على بنياتي. انا دابا عندي بنياتي والله سبحانه وتعالى كنوقف على رجليا باش نوقف على رجليا حيت ما عنديش سوى الله سبحانه وتعالى. ما عندكش سوى الله. ذكر الرقم ديالك للمشاهدين واي واحد ما حافظاش. انا غنقول لك وقولي من ورايا واخا اختي واخا 06 06 07 07 23 42 42 79 93 93 طبعا هذا هو الرقم ديال الاخت اللي معانا
جزاكم الله كل خير، الله يرحم بها الوالدين. عاونوا هاد السيده، اللي ما قدرش يعاونها يعاونها بدعوه الخير، اللي ما قدرش يعاونها يعاونها بالبارطاج، لعل شي محسن يشوفها، لعل شي جمعيه تعاونها. السيده بغات خايفه غير بنيتها صغار. كونوا نتوما في الموضع ديالها، كونوا نتوما انكم معرضين للطرد، لان مول الدار تيقول لها هاد الشهر هذا الا ما خلصتيش ليا 3 شهور، يعني كتسالى شهرين على شهر، هي 3 شهور الباب الحباب كيف ما كنقولوا بهذه العباره. وتخيلوا معاو ثلاثه بنيات في الزنقه، حتى شي ماوى. وحنا ماشي عايشين يعني في عايشين، وكاينين ولاد الناس وكاينين الدياب. فقدروا هاد الاخت هذه، شابه ما باغاش الحرام، باغا حلالا طيبه. اللي يقدر يعاونها يعاونها، اللي غيتصل بها يتصل بها لاجل المساعده، يقدم يد المساعده. اللي غيتصل ويبدا يتفلى، الله يرحم بها الوالدين، اعتبروها امكم، اعتبروها اختكم، اعتبروها بنتكم، اعتبروها مرتكم. اللي غتبغيو تفلى، لو كنتو غتبغيو تفلاو على ولي عيالاتكم، راه غتلقاو اللي تبغي تفلى لكم على عيالاتكم راه غتفلاو عليها. ما كنتوش كتبغيو اللي تفلى على عيالاتكم، حتى هاد السيده ما غتفلاوش عليها. اللي عنده شي حاجه ديال الخير الله يجازيكم بالخير. هذه عبر الرقم المذكور في اللايف وفي في العنوان كما هو مبين. بحكايه هاد السيده هذه كنكون وصلنا لنهايه اللايف. الى اللقاء في بث مباشر اخر.